الله نكون في علمك يعني اللقاء هناك جاي لك الحمد لله وشكرا تساعدنا احنا اخبار جاي في الناس نسجل اسمائهم انهم يجونا اللقب 10 اليوم اللي بيعطي منها 10 نفرات اللقب لقاح ضروري بالعالم فوق 2 مليار شخص اخذوا اللقاح الحمد لله وشكرا اعراض ما قران واحد من الناس اخذ اللقاح اعراض بسيطه جدا يعني كانما طفل ما اخذ لقاح سخونه بسيطه الم بسيط في العضلات يعني ما في شيء اول شيء وفر لكم حمايه لكم ولعوائلكم يعني انتم ترتاحون نفسيا تحسون نفسكم مطمئنين على ربكم وعلى عائلكم تاخذون هذا اللقاح اللقاح ما في شيء لا يأذي ولا يضر ما تطلع اشاعات جاي فانتم ضروري واحد انا انت يعني خايف من عندي اسباب خوف الشركه اي واحد اطمنش قلت ايش لا ما في شيء قلت ايش انا ما في الناس راح تتعب اسبوعين والحمد لله وشكر ماكو اي شيء قلت راح تحمون نفسكم وبالتالي تحمون المجتمع وعائلتكم والمجتمع لان الفيروس يعني كلش وصل حل يعني اكتشف صار له سنتين احنا الفيروس ما يشتغل فانتم من تاخذون اللقاح تروحون حمايه لكم حمايه الاطفال لكم حمايه عائلكم لقاح ضروري وكلش مهم وقلت ايش ما في اي اعراض قويه وتؤدي الى الوفاه تؤدي الى التجلطات الحمد لله وشكرا اخذنا اللقاح وكلش ما بينا مجرد اعراض بسيطه لا الاطفال جانبي للاطفال هم يسخن الطفل واحنا نسخن يعني ما في مشكله الطفل يتحمل اي اعراض واحنا نتحمل فضروري ضروري انتم تعرفون تحفزون العالم ناخذ اللقاح اهلكم بالبيت اللي انتم تعرفون ومن وفرناه مجانا لا تعبكم ولا فايده حبيب عليكم.